افتتح منفذ جديد لمعرض أهل رمضان بمدينة كفر الشيخ. يقام المعرض تحت رعاية الرئيس السيسي وبالتنسيق بين محافظة كفر الشيخ والغرفة التجارية ووزارة التموين. احنا قمنا لحد النهاردة بأزيد من 13 معرض، ومتقدم لنا طلبات من بعض المواطنين والأحزاب إن شاء الله يكملوا 20 معرض في كفر الشيخ لخدمة المواطنين. وبنحس الاهالي اللي تقدر تساعد معانا في المعارض، احنا بنجيب تجار والتجار بتخسر، ساعدونا برضو. في ناس ساعدتنا في السمك، في ناس ساعدتنا في السكر، شركه السكر، شركه الزيوت، وزاره التموين، الكل مش ما بيكلش جهد. احنا بالنسبه لكفر الشيخ، كفر الشيخ اقل محافظه في الاسعار، ونتمنى كل المحافظات تسعى السعي بتاعنا. ضروره المشاركه في معارض اهل رمضان بمحافظه كفر الشيخ، وعرض السكر للمواطن بسعر 27 جنيه للتخفيف عن كاهل المواطن، والمشاركة في تخفيف عن كاهل إخواننا المواطنين في المحافظة. التموين بيشرف على هذه المعارض يوميا على مدار ال 24 ساعة للتحقق من أن في فرق في الأسعار ما بين السلع المعروضة داخل المعرض والسلع خارج المعرض. الحمد لله السلع كلها متوفرة وكل حاجة متوفرة بصراحة يعني، وأسعار 100%، ما شوفش بعد كده أسعار. حاجة كويسة ومتوفرة. أنا كنت هنا امبارح ولقيت في فروق في الأسعار، يعني امبارح كانت بسعر والنهاردة بسعر أقل، يعني الحمد لله كل حاجة كويسة هنا. والسكر كتير بس الناس مش بالهداوة على يعني، هي الناس لازم تبقى هادية شوية. السكر الكيلو ب 27 جنيه، وما شاء الله كذا محل بيتوفروا وبيبيعوا بنفس السعر.